فستان أليسا يثير غضب المتابعين. تفاعل الجمهور مع إطلالة النجمة اللبنانية أليسا خلال حفلها الأول الذي أحيته في ولاية هيوستن ضمن جولتها الأمريكية، وغلب على تعليقاتهم طابع الانتقاد والاستغراب من الفستان الذي ارتدته، وأطلت أليسا بفستان ذهبي قصير وبأكمام طويلة مكشوف من منطقة الصدر، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها لتبتعد عن الألوان الداكنة التي اعتمدتها في الفترة الأخيرة. أنا برأيي كأناقة أنثى الفستان حلو لو كان بالمقاس والطول الصح. معقولة الستايلست اللي عم بيرافق أليسا ما نبه على النقطة؟ من ناحية تانية العمر ما بيلبق له هيك فستان، والمقاس صغير عليها شوي، وكان لازم تلبس أرقى من هيك فستان بهيك جولة حلوة بمسيرتها الفنية. والكل ملاحظ انه ستايل الفستان هي اول مرة بتعتمده أليسا، وبتمنى تكون اخر مرة، لكن اللون عليها كتير حلو وهو الشيء الوحيد الايجابي بكل هذه الاطلالة. بتمنى اصدقاء اناقة انثى تكتبولنا بالتعليقات انتو مع او ضد هيك ستايل لأليسا. كلياتنا منحبة ومنتمنى للنجاح والتوفيق، وانطرونا بخبرية جديدة من خبريات أناقة أنثى.